السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر تلت اعدادي الوحدة السابعة الترم الثاني من الدرس الاول للرابع من صفحة 19 لصفحة 40. انتظرونا. صفحة 19 واحد، ودي التعريفات. واحد، not a worm with areas of land، يعني مناطق من الارض تكون رطبة ودافئة. where many kinds of plants، حيث كثير من الانواع من النباتات and birds والطيور. كانجرو يمكنها انها تنمو and live وتعيش. ده تعريف رين فورستس، الغابات المطيرة. اتنين، ده كمان تعريف. نقط habitats يعني مواطن بيئات. usually have large green areas، عادة بيكون فيها مناطق خضراء واسعة. and no mountains، ومفيش جبال. ده تعريف grassland، هي البيئة العشبية. تلاتة، نقط land هي أرض. إيه is the land that is next to the sea، بتكون بجوار البحر or the ocean أو المحيط، اللي هي الأرض الإيه الساحلية coastal. أربعة، نقط is the natural home يعني الموطن الطبيعي or environment أو البيئة of an animal للحيوان plant النبات or other organisms أو الإيه الكائنات التانية. ده تعريف habitat بمعنى موطن أو بيئة. خمسة، some large habitats، بعض الإيه البيئات الكبيرة are found at the top of earth، بتوجد على إيه في قمة الأرض، في أعلى الأرض. المهم هنا بيقول لي نقط is the opposite، هي تكون العكس in meaning to top، عكس إيه top يعني قمة أو أعلى، عكسها هتبقى الإجابة C. بوتوم بمعنى قاع. ستة، the floods الفيضانات broke down some coastal hotels، اقتحمت ايه بعض من الفنادق الساحلية في تايلاند. المهم كلمة broke down ديت معناها تبقى destroyed دمرت. صفحة 20. سبعة، we can make an adjective، ممكن نعمل الصفة من كلمة coast بمعنى ساحل by adding the suffix، بإضافة اللي هي اللاحقة al، لاحقة يعني حروف تضاف لنهاية الايه الكلمة. 8، I reread the story، سوف أعيد قراءة الايه القصة. the prefix re ديت means to read it، إن أنا أقراها again تاني. 9، some animals prefer، بعض الحيوانات تفضل a grassland habitat، تفضل البيئة العشبية. habitat معناها هنا تبقى دي a place to live in، مكان تعيش فيه. 10، the sea water مياه البحر، هنا تكون ايه نقط I can see the little fish، انا شايف السمك الصغير، يبقى مياه البحر هنا ايه صافية clear، مبينة السمك الصغير. 11، سيوة إذا أو آن نقط in the western desert، سيوة تكون ايه في الصحراء الغربية، تكون واحة، يبقى الإجابة دي oasis يعني واحة. 12، water المياه وبعدين نقط come naturally، تأتي بشكل طبيعي to the surface إلى السطح from under the ground من تحت الأرض، اللي هي ينابيع المياه springs ينابيع. من أول 13 ديت هي 13 14 دول تعريفات. The نقط habitats المواطن هي are always cold، تكون دائما باردة and are often covered by ice، وتكون مغطاة بالتلج اللي هي polar يعني قطبية، البيئات القطبية. 14، وبعدين نقط is something يا شيء ما that makes you feel، تجعلك انك تشعر ان ايه it's beautiful، ان الشيء ده جميل or amazing او مدهش، يعني شيء ايه عجيب كده wonder. 15، we can make a noun، ممكن نعمل اسم من كلمة appear يعني يظهر by adding the suffix، بإضافة اللاحقة تبقى الإجابة B appearance مظهر. 16، the synonym المرادف لكلمة strange يعني غريب unusual يعني غير عادي، كلمة تساويها يعني. 17، this house looks like a plane، المنزل ده يشبه الطائرة. it has a strange له ايه غريب، شكل غريب shape. 18،
He works for a charity. بيشتغل لجمعية ايه خيرية. For free مجانا. He is يكون ايه متطوع. Volunteer. 19. This lake is not man-made. يعني البحيرة دي مش من صنع الإنسان. It's إنها طبيعية natural. 20. The wind has made the rock. يعني الرياح عملت الصخرة إيه نقط. Strange shapes. إلى أشكال غريبة. Made the rock into. يعني حولت الصخرة دي إلى أشكال غريبة. صفحة 22. دي الصفحة اللي بالعرض. الإجابة بتبقى إيه حجمها صغير. هنا ده إيه ده شرح. ده تطبيق عليها. فهنقول معناها بسرعة. دي محادثة عمر بيكلم علي عن البيئات الطبيعية. أول إجابة هتبقى Yes I do. بقول له هنا إيه هل تعرف الكثير عن مختلف البيئات حول العالم. هقول له Yes I do. 2. سأله سؤال قال له They are next to the coast of the sea. هما بيكونوا بجوار ساحل البحر. يبقى هيقول له أين البيئات اللي هي الساحلية. Where are the coastal habitats found. أين توجد البيئات الساحلية. 2. سأله سؤال قال له يعني الايه السلاحف البحرية تزور الايه تروح الارض دي عشان ايه تضع البيض. هقول له لماذا. Why will sea turtles visit the land. 4. تبقى yes there are. بقول هل يوجد ايه بيئات عشبية حول العالم. طبعا. طب اين توجد. Between mountains ما بين الجبال and the deserts والصحاري. دي رقم 5. السؤال اللي بعده دي محادثة تانية. المحادثة التانية ايه بيكلم بيه. فبقول له هل تعرف اي عجائب طبيعية في مصر. كلام هنا عن بحيرة الايه النيزك. فهقول له يس النيزك ليك بحيرة النيزك. فراح سأله سؤال قال له هي على بعد 3 ساعات من الغردقة. يبقى وير از ات رقم 2 اين هي. بقول هنا بقى ان ايه السكان المحليين بيسموها ايه الشهاب. سأله سؤال كده قال له it's cut out of the rock. يعني هي معناها ايه بقى شكلها ايه البحيرة ديت منحوتة في الصخرة على شكل عين. يبقى هقول له what does it look like ما شكلها. بعد كده بقول له ما لونها. برايت بلو ازرق ايه لامع فاتح. قال له هنا have you ever been to the lake. هل رحت البحيرة ديت. يقول له ايه yes I have. صفحة 25. قبل ما نحل الجمل ديت لازم نذاكر المبني المجهول المضارع البسيط اللي هو باختصار بنجيب المفعول في الأول وبعدين نجيب آما وإذا وآر حسب المفعول ده زائد التصريف التالت. بعد كده نجيب الفاعل نخليه في الآخر يبقى باي زائد الإيه والفاعل. نحفظ القاعدة كويس قبل ما نحل. هنشوف بقى الإيه الإجابات دي إيه السبب فيها. رقم 1 فيزيت دي هتبقى إز فيزيتد. ليه جاب لي المفعول في الأول هنا اللي هو إيه الحديقة القومية وبعدين جاب باي وبعدها الفاعل هنا. وعرفت كمان ان ايه مضارع بسيط من كلمة every year كل عام. فعشان كده خلانا مبني المجهول المضارع البسيط تبقى is visited. جبنا is لان بارك طبعا دي ايه مفرد. 2 نفس الكلام الصور دي pictures ديت مفعول جت في الاول اهو وجاب are. هيجي بعدها ايه تصريف تالت من take هتبقى taken. طبعا جاب لي باي وادي الايه الفاعل هنا اهو. 3 كرة القدم بتتلعب في انحاء الايه العالم. يبقى plays يعني معناها يلعب. لا هتبقى مبني المجهول بقى is playing. is والتصريف التالت. 4 my room ادي المفعول جه في الاول وادي باي وبعدها ايه فاعل هنا اللي هي my sister. يبقى لازم دي تبقى مبني المجهول وللمضارع البسيط بدل doesn't tidy هتبقى ايه isn't tidied. فجبنا ايه is لان room دي طبعا ايه مفرد وده التصريف التالت من tidy. 5 برضك هنا المفعول في الأول اهو areas يعني مناطق معروفة are بدل no هتبقى known تصريف تالت. 6 كله على المبنى المجهول. these habitats هذه المواطن توجد. found يعني ايه وجد الصح تبقى are found توجد. مبنى المجهول المضارع البسيط جبنا are لأن habitats طبعا جمع. هنحفظ القاعدة كويس هنعرف نحل. ايه رقم 7 كول هنا هتبقى ايه كول دي تسمى هنا في اذا يبقى دي تصريف تالت. رقم 8 بيقول قليل من المجلات تباع. ادي هنا ايه المفعول في الاول اللي هي ماجازينز وباي
نيوز ايجنس، فلازم دي نخليها بقى مبني المجهول. سيل هتبقى ار سول، دي جبنا ار لان طبعا المجلات دي جمع. رقم 9 ار فايندينج يعني يجد او يجدوا، هتبقى ار فاوند توجد. قول ما نوع الايه البيئات الموجودة في جبل علبة. 10 تريز دي جمع ما تاخدش از، هتاخد ار. 11 دي مبني المجهول يعني ايه الشواطئ يتم زيارتها بواسطة الاف من السياح، بواسطة تبقى باي. رقم 12 جبل علبة ديت وفي هنا از، لازم تصريف تالت لماذا لا يتم زيارة ايه جبل علبة، ففيزيتنج هتبقى تصريف تالت فيزيتد عشان تبقى مبني للمجهول. 13 قول بحيرة النيزك توصف بواسطة الزوار انها ايه احسن الاماكن للغوص والسباحة. المهم بحيرة النيزك دي مفعول، وبعدين جاب لي باي والفاعل هنا، يبقى دي مبنية للمجهول. ديسكرايب هتبقى از، ديسكرايب جبنا از لان ليك اللي هي بحيرة دي مفرد. 14 سبرينج هنا بيقول لي ايه في استراليا بداية فصل الربيع، دي مفرد تاخدش ار هتاخد از. 15 هنا بيقول ايه هل يعني في حد بيساعدك يوميا في الايه الواجب، هنا في هيلب بدي تصريف تالت عشان كده مينفعش دو تخلي الفعل في المصدر، الصح هتبقى ار، يو طبعا تاخد ار وده التصريف التالت موجود هنا اهو، ده كله مبني للمجهول المضارع البسيط. صفحة 26 وديت محادثة، أيمن بيكلم إيه صديقه رامي أبوت جبل إلبا اللي هو جبل علبة، فأيمن بيقول له today I have read and قريت مقالة شيقة about a national park عن حديقة قومية. قال له what is it called اسمها إيه، مش هنقول أي حاجة لأن هنا الكلام عن جبل إلبا، يبقى الإجابة جبل إلبا. سأل سؤال قال له it takes its name يعني خدت الاسم ده from the mountain من الجبل in the middle of it، اتسمت على الجبل اللي في منتصفها يعني، بيقول ايه لماذا ايه اتسمت كده، why is it called جبل إلبا، دي الإجابة. بعد كده قال له can you give me some information، ممكن تديلي بعض الايه المعلومات عن جبل علبة ديت، هيقول له yes I can It's a national park هي حديقة قومية محاطة بالإيه البيئات العشبية. رامي قال له Is it visited by many people يعني هل بيزورها ناس كتير every year كل عام، هنا مش هنقول yes هنقول no، يبقى no it isn't لأ. طب ليه بقى؟ 5 قال له because لأن، يبقى السؤال هنا إيه لماذا why، because it isn't easy to reach لأن إيه مش سهل الوصول لها يعني موقعها ريموت بعيد. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1 مديني جملة، المهم كلمة بروتكت يعني يحمي، السيميلر ان مينينج مشابهة في المعنى لكلمة يحمي يبقى سيف. 2 وان نوت از ان اريا هي منطقة ان ذا ديزرت في الصحراء، وير يو كان فايند ووتر تلاقي فيها مية، اند اتس اولويز جرين دايما خضراء، ده تعريف اويزس واحة. 3 to form the adjective عشان نكون الصفة من كلمة nation بمعنى أمة، we add the suffix نضيف لها اللاحقة al. 4 the synonym المرادف لكلمة bright بمعنى لامع is shiny. 5 the north is a large natural area منطقة طبيعية كبيرة of land من الأرض which is mostly green في الغالب بتكون ايه بتكون خضراء، تعريف grassland البيئة العشبية. صفحة 27 رقم 6 this shop only sells magazines المحل ده ايه بيبيع فقط مجلات، it's a انه ايه محل بيع الصحف news agent. السؤال اللي بعده read and complete the text اقرأ واكمل النص، زي ما عرفنا في الترم الاول القطعة دي ايه بنقراها كلها الاول ونكمل ايه الفراغات بالكلمات دي، هنقول معناها there are different places يوجد اماكن مختلفة
يمكن إن هي توضع في قائمة العجائب الطبيعية في مصر. One of these is وادي الوشواشي، إحداها مكان اسمه وادي الوشواشي. which واحد هتبقى is located، which is located يقع on the way في الطريق لإيه جنوب سيناء. there هناك you can find يمكنك إنك تجد. اتنين هتبقى springs ينابيع، الينابيع ديت كونت بحيرات صغيرة. it's a wonderful place إنه مكان رائع. four تلاتة هتبقى swimming السباحة. really حقا it's a not place إنه مكان amazing مدهش مذهل. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة، بس عايزين نعرف سبب الإجابات، عشان كده لازم نحل الأول قبل ما نشوف الشرح هنا. واحد كله بقى على الجمل المبنية للمجهول للمضارع البسيط. هنا بيقول الواحة الخارجة دي مفعولها، وفي هنا باي والفعل جه بعدها اللي هي السياح، وإفري إفري تدل على المضارع البسيط، يبقى إذا دي مبنية للمجهول للمضارع البسيط، يبقى بدل visited هتبقى is visited. is لأن with ديت مفرد، وده تصريف ثالثة. رقم اتنين نفس الكلام مبني للمجهول، الخطابات اللي بيوصلها مين؟ رجل البريد. letters are delivered by بواسطة، مبني للمجهول وادي الفعل اللي هو the postman رجل البريد. تلاتة مناطق واسعة أو مساحات واسعة من الايه wetlands البيئات الرطبة، تغطى بواسطة تغطى بيه، يبقى ار كفرد. استخدمنا ار عشان الكلام عن الايه عن الجامعة. اربعة teach يعني يدرس، الانجليزي يدرس، يبقى مبنية للمجهول is taught، جبنا is لان انجليش مفرد، و taught دي تصريف التالت من teach، مبني للمجهول المضارع البسيط. رقم خمسة هنا بيقول my grandfather's house، منزل جدي محاط بيه. surround هتبقى is surrounded، وجايب لي هنا باي خلاص محاط بالايه بالحقول الجميله، بعض الحقول الجميله، مبني للمجهول للمضارع البسيط. واستخدمنا is طبعا عشان هاوس ده مفرد. صفحه 34 واحد not is the cutting down يعني ازاله of trees الاشجار in a large area في منطقه كبيره، ده تعريف deforestation ازاله الغابات. اتنين a group of animals مجموعة من الحيوانات or plants أو نباتات of the same kind من نفس النوع is يكون ده species يعني أنواع أو فصائل. تلاتة نقط is the land هي الأرض that is below التي تكون أسفل the area منطقة around it حولها اللي هي depression بمعنى منخفض زي منخفض الكتارة كده يعني. أربعة when something is kept safe عندما شيء ما يتم الحفاظ عليه في أمان from being damaged من إنه يتلف أو يدمر يعني its فإنه يحصل له its preserved يكون محفوظ. خمسة نقط means to damage something تعني إنك تتلف أو تدمر شيء ما so badly بطريقة سيئة جدا that you cannot repair it لدرجة ان انت لا يمكنك انك تصلحه يعني destroy تدمر. ستة the antonym المضاد لكلمة hard يعني صعب عكسها easy سهل. سبعة the synonym المرادف لكلمة fortunate بمعنى محظوظ تبقى كلمة lucky محظوظ كلمة تساويها. تمانية my father is kind بابايا عطوف the antonym المضاد لكلمة كرول اللي هي عطوف أو طيب عكسها قاسي كرول. تسعة many ancient يعني كثير قديم نقط are found in فيوم depression يوجد فين أو يوجد فين في منخفض الفيوم. these are bones هي عظام of animals الحيوانات اللي هي حفريات يعني fossils. عشرة the pharaohs الفراعنة preserved their bodies well يعني حفظوا أجسادهم الجثث يعني بطريقة جيدة. this means they know them well ده معناه إن هم kept them well حافظوا عليها حنطوها يعني. 11 they build هم بيبنوا نقط to warn or guide ships عشان يحذر أو يرشد السفن اللي هي لايت هاوس منارة. 12 some of the fossils بعض الحفريات discovered in وادي الحيتان اللي اكتشفت في وادي الحيتان
ميجر 21 مترز يعني يبلغ ايه؟ 21 متر. طولها 21 متر لينث للحفريات دي. 13 انوت is something شيء ما that people travel in الناس بتسافر بي يعني. That is pulled by a horse يجر حصان يشد حصان ليه كارج عربة يجرها ايه؟ الخيل. صفحة 35 رقم 14 انوت is a building ومبنى where horses sleep حيث الحصينة ايه بتنام فيه اللي هي stable الستابل يعني. 15 we use the prefix نستخدم البادئة نقط to get the opposite للحصول على العكس من كلمة kind بمعنى عطوف حط لها ايه؟ un في الأول unkind. رقم 16 مديني جملة اللي يهمني the synonym المرادف لكلمة found out يعني اكتشف تبقى discovered. 17 مديني جملة اللي يهمني the antonym المضاد لكلمة famous بمعنى شهير عكسها ايه؟ مجهول unknown. 18 في جملة بردك ancient كلمة ancient means ancient يعني قديم معناها very very old قديم جدا. 19 the not of the restaurant is Mr. Ali يعني مستر علي ايه بالنسبة له ايه المطعم ده ايه؟ he bought it last week اشترى الاسبوع الماضي هو المالك owner. 20 can you not me some advice ممكن تعطيني بعض الايه النصائح about how we should treat animals عن كيف ان احنا يجب نعامل الحيوانات. صفحة 36 ودي الصفحة اللي بالعرض بيبقى فيه شرح هنا زي الترم الاول شرح هنا ده تطبيق عليه كتابة طبعا ايه حجم صغير جدا عشان كده هنقول بسرعة بقى. اول حاجة هنا have you read هل انت قرأت قصة بلاك بيوتي؟ قال له no I haven't لا راح سأل سؤال قال له it's about a working horse حصان عامل يبقى القصة دي عن ايه؟ what is it about حصان اللي ايه بيشد ايه عربات يعني. سؤال تاني رد البفلوز يعني الجاموس والابقار والايه والجمال تستخدم للايه العمل من اجلنا يبقى يقول له اي الحيوانات تستخدم عشان تشتغل معانا. which animals or what animals are used to work for us بعد كده بيقول له كيف يجب ان احنا نعامل الايه الحيوانات الايه العاملة ديت طبعا بعطف زي الاجابة اللي هنا بالظبط we should treat them kindly بعطف. اخر حاجة can you lend me the story to read it اخر سؤال يعني في الايه في المحادثة دي هل يمكنك انك تسلفني القصة اللي انت تقراها ديت هيقول له ايه عشان اقرأها يعني yes of course نعم بالطبع. السؤال اللي بعده المحادثة هي كمان have you ever visited هل انت زرت فيوم depression منخفض الفيوم هنا اتكلم ان هو ايه زاره يعني بيقول yes I have. اتنين هقول له what is the depression ما هو المنخفض ده التعريف بتاعه. تلاتة سأله سؤال قال له yes there are fossils of crocodiles يوجد حفريات بتاعت الايه التماسيح والسلاحف والحيتان. هنا في سؤال بقول ايه are there fossils of animals هل يوجد حفريات الحيوانات هناك يعني. السؤال اللي بعده بيقول ما اكثر الحفريات ايه تكون مدهشه يعني كده مذهله في مظهرها وكده the whale fossils اللي هي حفريات بتاعت الايه الحيتان عشان هو اللي قايل الاجابه هنا. في خمسة هقول له how long ما طول are the whale fossils اللي هي حفريات الايه الحيتان دي طولها قد ايه؟ قال له 21 متر في الايه في الطول. صفحة 38 ودي ايه اسئلة على المبني للمجهول للماضي البسيط اللي احنا بنجيب المفعول في الاول وبعدين نجيب was او where حسب المفعول ده اذا كان مفرد او جمع زائد التصريف الثالث وبعدين نجيب الفعل في الاخر مسبوق بكلمة باي. الاسئلة ديت ايه؟ قبل ما نحلها لازم نذاكر القاعدة دي كويس. نشوف بقى سبب الإجابات. واحد عندي مفعول هنا في الأول اهو my little brother أخي الصغير وبعدين جاب لي هنا إيه yesterday في الآخر يبقى دي تدل على إن زمن الجملة ماضي بسيط أخي الصغير إيه أخذ ودوه المستشفى يعني يبقى take هتبقى was taken مبني المجهول الماضي البسيط was والتصريف الثالث كل الجمل على كده. اتنين هنا ايه مولود يعني بورن
يقول ايه متى اخوك الايه الصغير يتولد في ووزة اهيت هنجيب هنا بورن. رقم ثلاثة نيوز ديت بتبقى مفرد، تعمل معاملة الايه المفرد، وفي هنا يسترداي تعرفني زمن الجملة ماضي بسيط، وده تصريف ثالث، وفي باي اهي والايه الفاعل اللي جه بعدها اللي هو عمر، يبقى فيرب تو بي هيبقى ووز. أربعة نفس الكلام في سنة في الماضي اهي 2007، وده تصريف ثالث، يبقى اس دي هتبقى ووز. ووز دي بقى عشان هنا ايه a list of قائمة، قائمة هي اللي مفرد. خمسة دي بنتنج خلاص، وفي هنا باي اهي والمفعول جه في الأول اللي هي الصور، يبقى مبنية للمجهول، يبقى بنتنج دي هتبقى تصريف تالت بنتد. ستة فورم يعني يكون، يبقى ايه البحيرة دي تكونت ووز فورمد، مبنية للمجهول للماضي البسيط عشان عندي هنا ايه اجو تدل على الماضي البسيط، وكمان جاب لي ايه باي افولكينو بواسطة بركان. سبعة الحجارة بتاعت الايه الاهرامات ما احناش عارفين يعني ازاي ايه كيف ايه حملت الى الجيزة ودوها الجيزة ازاي. كارد هنا هتبقى وير كارد، وير كارد مبني المجهول للايه للماضي البسيط عشان الكلام عن حاجة ايه الاهرامات حاجة في الماضي اتبنت في الماضي. بترا ده مكان في الاردن، بيقول هنا احنا مش عارفين متى سميت ايه بترا واخدت لقب ان هي ايه من عجائب الدنيا السبع. نيم دي تصريف تالت، هنجيب هنا ووز. تسعة البيوت ايه دمرت، وير ديسترويد، عرفنا الزمن ازاي هنا قال لي لاست ويك الاسبوع الايه الماضي، فيضانات الاسبوع الماضي. رقم عشرة دي مش مبني للمجهول، بيقول احنا ايه فقدنا خسرنا تبقى لوست، دي مبني للمعلوم. حداشر في سنة في الماضي هي اللي 1956، فبقول ايه برج القاهرة صمم، يبقى مبني للمجهول، إز دي هتبقى ووز، طبعا التصريف التالت موجود اهو اللي هو ايه ديزايند. اتناشر يقول شجرة ايه اتزرعت بواسطة الفلاح، الشجرة دي مفعول جت في الأول والفعل هنا اللي هو ايه ذا فارمر وجاي قبليه باي. بلانت دي بقى لازم تبقى تصريف تالت تبقى بلانتد. 13 في هنا وير اهي بيقول ايه الالعاب الاولمبيه او الالعاب الاولمبيه عقدت، يبقى هيلد التصريف التالت من هولد ده هيلد اقيمت. رقم 14 دي از للمضارع، هنا في يستر دي يبقى كده لازم تبقى ماضي ووز. 15 بيقول هنا ايه ما المواد الغير عاديه اللي استخدمت في بناء سور الصين العظيم، استخدمت ووز وورد التصريف التالت من يوزينج هتبقى يوزد. صفحة 39 في صفحة 39 ديت محادثة رانا وسامة بيتكلموا عن ايه about a story، بتقول لها what are you doing ماذا انت تفعلي، قالت انا ايه اقرأ قصة. راحت سألها سؤال قالت لها it's about a rabbit ان عن ارنب telling a story بيحكي قصة، بتقول لها ايه بيحكي قصة telling the story of his life بيحكي قصة حياته، وتقول لها القصة دي عن ايه ماذا يبقى what what is it about. سألت السؤال في رقم اتنين قالت لها نو no, لأ animals can't talk الحيوانات لا يمكنها انها تتحدث، ده دي قصة بس، يبقى تقول لها ايه هنا في نو يبقى استفهام بهل، نقدم كان ديت ونقول كان animals talk هل الحيوانات يمكنها انها تتكلم. رانا قالت did that rabbit live alone هل الايه الارنب ده عاش بمفرده، فهنا ايه في الجمله اللي بعدها قالت لها هذا يعني ان هو عنده اسره، يبقى معنى كده ان لازم نقول نو نو it didn't. did the story هل القصه انتهت happily نهايه سعيده يعني للارنب ده، ممكن نقول ايه yes it did. قالت هنا رنا I think it's an exciting story اعتقد انها قصه ايه شيقة وكده مثيرة. Can I borrow this story ممكن ايه استعير منك القصة ديت تريد ايه عشان اقراها، نقول yes of course نعم بالطبع. طبعا المحادثة بيبقى لها اجابات كتير يكون حسب المعنى.
السؤال اللي بعده: read and complete the text، اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي هو مديهالي دي. بنقرأ كلها الأول عشان ايه نفهمها. قول هنا الحيوانات هنقول معناها تعيش في ايه، بيئات مختلفة. These habitats are well، هتبقى الإجابة ايه، preserved، يتم الحفاظ عليها يعني، محفوظة بشكل جيد. grasslands اللي هي البيئات العشبية، بتوفر ايه بقى، بيئات لحيوانات like the crocodile، اسم حيوان اسمه عناق الأرض. رقم 2 هتبقى the rainforest اللي هي الايه، الغابات الاستوائية. our home هي موطن لأكثر من ايه، نصف حيوانات العالم. 3 هتبقى sea turtles هي اللي هي السلاحف البحرية، تعيش في البحر. they come to land to. رقم 4 تبقى lay eggs عشان ايه، تضع البيض بتاعها. رقم 4 تبقى lay their eggs. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1، في جملة اللي يهمني بيقول لي كلمة ريموت بمعنى بعيد أو نائي، means تعني far. 2 we use the prefix، نستخدم البادئة to make the opposite عشان نعمل العكس من كلمة happy، تبقى unhappy غير سعيد. صفحة 40 رقم 3 مديني جملة اللي يهمني the synonym المرادف لكلمة popular، بيقول محمد صلاح ده ايه، لاعب محبوب او لاعب ايه، شعبي. المهم مرادف لكلمة popular هنا ايه، يبقى famous، محبوب معروف. رقم 4 عمر is nice to علي، عمر ده ايه، بيكون لطيف مع علي. this means he not him well، معنى كده انه ايه، يعامله بطريقة جيدة، treats. 5 و6 دولت متكررين حلناهم قبل كده. الأولى هتبقى carriage لعربة يقول لها ايه، الخيل، يا شيء ما ناس بتسافر فيه وبيشدوا ايه، الحصان اللي هي العربة دي. رقم 6 تبقى كلمة destroy بمعنى يدمر، حلناها قبل كده من شوية. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.